أشاد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا بفكرة إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد الملا أنه في خلال 4 سنوات تم تخريج أعداد كبيرة من الشباب من مختلف قطاعات الدولة في مختلف التخصصات، مؤكدا أنها مبادرة مهمة وغير مسبوقة نظرا لعدم توافر منصة تعمل على تأهيل الشباب للقيادة. نتابع هذا اللقاء الذي أجرته مفدى التلفزيون المصري أميمة تمام. أهلا بكم زملائي الأعزاء ومشاهدينا الكرام في هذه التغطية الحية والمباشرة على مدار اليوم من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، وهو قد أشرف على الانتهاء وساعات ويتم ختام هذا المنتدى العظيم بالحفل الختامي. يسعدنا أن يكون معنا الآن وزير البترول الدكتور طارق الملا. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم، أهلا وسهلا. سيادة الوزير، احنا لسه دلوقتي يعني كنا بنتابع مع بعض حفل تخريج دفعة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، يعني حضرتك احنا بداية عايزين نعرف رأي حضرتك وانطباعك على تخريج هذه الدفعة، وما من شأن ان هو يدفع بالوطن للأمام في إعداد أجيال قادرة على القيادة، أجيال من الصف الثاني قادرة على القيادة في الفترة القادمة. لا الحقيقة يعني هو فكرة الأكاديمية في حد ذاتها فكرة متميزة جدا، والحقيقة انه يعني دي سابقة لينا، لأنه مفيش أكاديمية متخصصة كانت بتجهز الشباب للقيادة. يعني طبعا كان بيبقى الشباب بيتدرب، يا إما بياخد دورات تدريبية في مراكز التدريب المختلفة أو في الجامعات المختلفة، أو بياخدوا شهادات ماجستير أو دكتوراه، ولكن إنه يبقى في أكاديمية متخصصة تأهل للقيادة. القيادة في حد ذاتها دي منهج، وقيادة ده مهارات لازم تتجهز علشان بالعلم لكن في نفس الوقت التدريب مهم. فالأكاديمية في حد ذاتها مبادرة متميزة، وفي خلال 4 سنوات اللي فاتت زي ما شفنا العدد الكبير اللي تخرج ومن مختلف قطاعات الدولة، وده مهم جدا، وبنات وأولاد، فبالتالي يعني في عندنا تنوع كبير في التخصصات، وفي كمان انه يبقى معانا المرأة في هذا الإطار. في نفس الوقت الحقيقة ان هي اخذت كمان تقييم من جامعات دولية، وده شيء مهم. يبقى النهاردة الشاب او الشابة اللي بيخرجوا من هذه الأكاديمية بيبقى معاهم شهادة معتمدة دوليا من عدة معاهد ومراكز علمية دولية معترف بها. فالحقيقة يعني الواحد فخور جدا وسعيد جدا بهذه الأكاديمية وبهذه المبادرة الرئاسية. الحقيقة ده حقيقي، واحنا بنشوف كمان ان في هذا العام وفي هذه النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم كان هناك خصوصية شديدة جدا، وهي أول نسخة تعقد بعد بداية جائحة كورونا. ما هي الإضافة اللي أضافتها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم من وجهة نظر حضرتك يا فندم؟ يعني اتصور انه، وده دايما كان كلام فخامة الرئيس، انه لازم ناخد بالنا صحيح على الصحة وعلى نفسنا وعلى الإجراءاتنا الاحترازية، ولكن في نفس الوقت العمل يجب ان يستمر والعجلة يجب ان تدور. وبالحقيقة ان احنا بهذه المبادرة من التصميم على عقد النسخة الرابعة من مؤتمر شباب العالم في يناير يعني هذا العام، ودلوقتي في التوقيت ده، انه احنا بندي المثل بانه نعم احنا بناخد بالنا وملتزمين بالاجراءات الاحترازيه، وهناخد بالنا من ضيوفنا وهناخد بالنا من ابنائنا، وفي نفس الوقت الشغل لازم يستمر والتواصل ما بين الشعوب لازم يستمر، لانه احد التحديات هو كوفيد 19 في حد ذاته، وبالتالي التواصل لازم يبقى مطلوب علشان يحصل تحاور وتشاور فيما يتعلق بماذا سنفعل وماذا أثرت الكورونا على العالم مقارنة بقبل الكورونا. وبالتالي احنا انطباعاتنا انه مصر بتعطي رسالة بانه مصر آمنة وبتستطيع انها تدير منتديات عالمية ومؤتمرات عالمية وتفاعلات وفعاليات مهمة، مع أخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية وبمراعاة الصحة لضيوفنا، وده شيء مهم جدا، لأنه احنا طبعا هذا العام بالذات هيبقى عندنا مجموعة من الفعاليات العالمية، وأهمها طبعا
كاب 27 اللي هتستضيفه شرم الشيخ ايضا في نوفمبر القادم. وبالتالي دي نقدر نقول انها جزء من البروفا المصغره لحدث عالمي ضخم هيبقى في نوفمبر القادم، واتصور ان احنا نجحنا في ذلك الحمد لله. الحمد لله. هل تستطيع مصر حضرتك من وجهة نظرك انها هي تكون النموذج في ما يتعلق بان احنا مسيرة العمل ومسيرة التنمية مستمرة كانت جنبا الى جنب في ظل جائحة كورونا، بينما في دول كثيرة من الدول العالم الأول أو دول الغربية توقفت وأغلقت أثناء الجائحة؟ يعني هل تعتقد أن احنا فعلا نمثل النموذج؟ ويعني ما هي الفترة القادمة، ما هي أحلام حضرتك أو تصوراتك للمرحلة القادمة في ظل الجائحة، من أيضا يعني أن احنا ماشيين في مسيرة التنمية كما نحن؟ يعني كلام حضرتك مظبوط فعلا، واحنا زي ما كنا حضرتك بتقولي احنا استمرينا، واتصور ان احنا نجحنا في ظل مش هقول الاغلاق الكامل العالمي، ولكن كان في ظل عدم انتظام العمل في الخارج في بعض البلاد وفي بعض المؤسسات وفي بعض والمصانع وغيره، فاثر طبعا على بعض الانشطه العالميه، ولكن رغم ذلك احنا استمرينا، وقطاع زي قطاع الطاقة وقطاع البترول والغاز استمرنا في ان احنا مشروعاتنا تستكمل. صحيح حدث بعض تأخير لو كان في بعض المكونات المستوردة من الخارج نتيجة انها تأثرت بالإغلاق في الخارج، ولكن صممنا وكان دعم فخامة الرئيس لنا في ان احنا نستمر في العمل، وكانت النتيجة فعلا احنا احرزنا زي ما حضرتك شفتي نتائج في النمو لهذا العام والعام السابق، وكانت المؤسسات الدولية المالية بتشهد بالنجاح اللي تم رغم هذه الجائحة ان احنا نتجاوز 2.5% من معدلات نمو سنوي في ظل الجائحة، ودي كلها كانت مؤشرات تدل على ان في عزيمة من القيادة السياسية مع الحرص على انه ناخد بالنا من صحة ابنائنا. ولذلك كان في الوقت اللي بنتكلم فيه على الاجراءات الاحترازيه على طول بدات حملات التطعيم والتوعويه، والتطعيم متاح في كل الجمهوريه وبكل انواع التطعيم سواء المستورده او اللي بيتم يعني عملها في مصر تصنيعها في مصر، وبالتالي اتصور الفتره الجايه هتشهد بقى انطلاقه في ظل انه دلوقتي تم مش هنقول انحصار الكوفيد لان احنا شايفين الاوميكرون دلوقتي، ولكن بنقول في ظل انه العالم بدا يتعرف اكثر على كيفيه التعامل مع الكوفيد 19 او الاوميكرون بالمتحورات المختلفه، ومن هنا بقول انه سنه 22 هتبقى انطلاقه كبيره لمصر والعالم طبعا، لكن احنا بما اننا عندنا من هذه القوه والقدره على التعامل مع التحديات زي ما حصل السنتين اللي فاتوا، اتصور هتبقى سنه كويسه جدا وفارقه ان شاء الله سنه 22 ان شاء الله. وساعات وينتهي منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه، وان شاء الله نعود مجددا في المنتدى وتعود الفعاليات والعصف الذهني وتبادل الرؤى. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيد وزير البترول دكتور طارق الملا، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا استاذه مايا، شكرا شكرا شكرا.